ومن الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح وعزاها إلى أحمد والطبراني: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم وحتى تزول الجبال عن أماكنها. ومنها عند الطبراني: لا تقوم الساعة حتى يتسافد في الطريق كما تتسافد الحمر، يعني أن الزنا يقع في الطرق إلى درجة أن الناس لا يستحون من المارة كما تفعل الحمير. ولذا عند أبي يعلى: لا تفنى هذه الأمة حتى يأتي الرجل فيفترش المرأة في الطريق فيقول أحدهم: لعلك أن تواريها خلف الطريق. ومن أحاديث الفتن كما جاء عند مسلم وأحمد: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.